ننتقل مباشرة لمتابعة المؤتمر الصحفي الذي يعقده النائب السابق فريد الخازن. وسائل الإعلام اللي شرفتنا بتغطية هذا المؤتمر، بدي قبل ما نبلش اتوجه بتعزية للجيش اللبناني، لشهداء الجيش، وبتعزية الحارة للمملكة العربية السعودية بوفاة جلالة الملك عبد الله. لابد من اني اتوجه بالتعازي ايضا لاهالي ايف نوفل واهل الضحية. لماذا نحن هنا في هذا المؤتمر الصحفي اليوم؟ للحقيقة في شيء عم يحصل بكسروان نتيجة هالحادثة الأليمة، في نقمة عارمة، في نقمة بالشارع، في حالة غضب نتيجة خوف، نتيجة هلع، نتيجة انتهاك كامل لقرى المنطقة، لبلدات المنطقة، لأبناء المنطقة. في عنا اليوم بهذا الملف 14 موقوف، اللي ارتكبوا الجريمة معروفين، ما حدا عم بدافع عنهم ولا حدا عم يحكي عنهم اليوم في قضاء هو بيحكي عنه، إنما في 14 موقوف من جهة، وفي عشرات الشباب وعشرات الأمهات والبيات وعشرات العائلات مشردين من بيوتهم اليوم نتيجة حالة هالخوف وحالة هالرعب وحالة هالانتهاك العام لعائلات ولقرى ولبلدات كسروان. نحن اللي عم نقوله صارت معروفة، في ستة ارتكبوا هالجريمة، هودي في قضاء هو اللي بحاسبهم. إنما تجي على منطقة برمتها من خلال لمقارب ربما إعلامية، لمقارب سياسية، لمقارب إعلامية، لمقارب معنوية، بتجي بتنتهك منطقة برمتها، اعتقالات عن بجنب، كل واحد بيعرف شاب من هالشباب اللي ارتكبوا هالجرم، يا هو بالحبس يا هو هربان من بيته، قرابته، جاره، خيو، عمه، صديقه اتصل فيه، مرق لعنده قال له بدي اشرب فنجان قهوه، يحول اليوم يا بالحبس يا بيحول هربان بالحراج وطافر من بيته. نحن اليوم كبار وصغار مشردين، كرامة منطقة منتهكة، اتهام إعلامي شامل، شمولية بالاتهامات، عائلة بيت خليل زعران، عائلة بيت سعادي زعران، عيال جرود كسروان زعران، منطقة ميليشيات، منطقة عصابات، لا لا، الهون وبس، الهون وبس. في جريمة حصلت كلنا مع معاقبة المجرم، وفي قضاء هو اللي بيحاكم، في قضاء هو اللي بيحاكم، لا الصحافي بيحاكم ولا السياسي بيحاكم ولا اللي عم بكب مصريات ومعه مال بيحاكم، ما حدا بيحاكم، في قضاء هو اللي بيحاكم، ونحن مع المحاكم. كل واحد ارتكب لازم يدفع ثمن غلطه، تيتعلم كل شاب لبناني ويتعلم كل إنسان، السلاح منه لعبة بين الإيدين، سلاح بده يوصل بالنهاية في لحظة بوصل للقتل. فإذن المرتكبين في قضاء يجب أن يحاسبهم.
أما الباقي شو؟ كسر وين؟ لا يا جماعة، كسر وين منطقة كل عمرها تحت سيطرة وتحت غطاء الدولة اللبنانية، كسر وين بيئة حاضنة للجيش، كسر وين بيئة حاضنة للقضاء، بيئة حاضنة للأجهزة الأمنية، بيئة حاضنة للبطريركية المارونية، بيئة حاضنة للجامعات والمستشفيات، بيئة حاضنة لأهم كادرات في لبنان من أطباء ومهندسين ومحامين. هذه هي كسر وين. بيئة حاضنة للسياحة والسواح من كل أنواعهم. صبرنا بعض الوقت، قلنا نحن في مصاب أليم، في حادثة أودت بوفاة شاب، لبنان كله بكي عليه، نحن كلنا بكينا عليه، ولكن كنت أتمنى من رخيصي النفوس أنهم يتصرفوا مثل ما تصرفوا أهل إيدنا وإيف نوفل، أهل هالشاب، هالعائلة الأوادم، هالعائلة المؤمنين اللي لغاية اليوم بحسب المعلومات اللي عندي ما ادعوا بعد، ما عملوا ادعاء شخصي. هودي جماعة خرب بيتهم وهن اللي انضربوا. شوفوا كيف عم يتعاطوا مع هالمسألة هيدي، هن شوفوا هن كيف عم يتعاطوا، بي وأمه، وتصرفوا مثل هالبي ومثل هالأم. أما نجي نحن أول ناس نتعرض لاتهامات رخيصة، شي هو مخبيون، شي هو كان، شي هو مان، شي كلام عم يجوا يدعسوا على الدم لمقارب سياسية وانتخابية رخيصة. قلنا ماشي الحال، بيمرق شوية وقت، معلش شي، نحن معودين، نحن مرجعية بهالمنطقة وعلينا نتحمل مسؤولياتنا وما منهرب. وقفنا مع أولاد المنطقة، وقفنا مع العدالة، وقفنا مع محاسبة المرتكب، وقفنا مع ضد كل شخص بده يظلم حدا من كسروان ما له علاقة بهالجريمة. عضينا على الجرح وتحملنا المسؤولية، وقلنا نحن بالنهاية في وقت من الأوقات كل هالمغموغة اللي شايفينها بتنتهي لما القضاء بحط ايده على هذا الملف. بس يصال الملف تحت ايد القضاء بينطوى، بينلم من الشارع، بينلم من وسائل الاعلام، بينلم من التجاذبات السياسية، بينلم من الخضوع للمال وللابتزازات، وبينوضع تحت ايد القضاء اللي كلنا ثقة بمؤسسة القضاء اللي هي مؤسسة قضائية من أعرق المؤسسات القضائية في 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 المنطقة والعالم. هذا القضاء اللبناني، هيك بنعرف القضاء اللبناني نحن. لحين ما وصل الملف لإيد القاضي، قاضي التحقيق بيتر جرمانوس، بس وصل الملف لعنده قلنا نحن ارتحنا. مشيت العدالة، ملف حادثة كبيرة من هالنوع، الناس عشو بتفتش؟ شو المخرج؟ شو الملاذ؟ العدالة. وإذ نفاجأ، حضرة القاضي بيتر جرمانوس بيختم الملف بثلاث ساعات تحقيق، بثلاث أربع ساعات كان الملف مختوم. قامت العدلية وما قعدت، ما في قاضي محترم ببيروت ما قام قيامته، ما في مدعي عام محترم ما قام قيامته، ما في قاضي جزا ما قام قيامته. لا، إذا في شي جريمة فيها شي عشلرات من هون أو من هون، فيها شي تهريبة حشيشة، بيبقوا 3-4 أشهر حققوا فيها. ولو جريمة قتل من هالنوع، بين قتل فيها شاب
مثل طربون الحبق. ما إلها حق أمه وبيه، ما إلها حق الرأي العام اللبناني، ما إلنا حق نحن كلنا نعرف مين اللي قتله، كيف انقتل، مين اللي حرض، مين اللي قوص، مين اللي ما قوص، بكل التفاصيل بدي أعرفها من قاضي التحقيق. أنا بدي أعرفها من القضاء، من القضاء بدي أعرفها أنا، القضاء اللي بيشفي لي غليلي وبيشفي غليل الأم والبي. نفاجأ إنه هالملف بمجرد انختم خلال ثلاث ساعات، ثلاث أربع ساعات، شو اللي صار بالنتيجة؟ بقي الغموض، ما حدا بيعرف الحقيقة، حقيقة ما جرى، مين المرتكب، مين المش مرتكب. وطلعنا لقينا بذات الوقت بدل ما انه هالملف يمشي بالمسار العدلي الطبيعي ويتلملم من وسائل الاعلام ويتلملم من الشارع ويتلملم من الاخذ والتجاذبات وينوضع تحت ايد القضاء وتقف كل هذه الانتهاكات بحق المنطقة وكل هذه الاعتقالات وكل هذه التجاوزات. يا عمي في شباب هربانه من بيوتها ما لها علاقه بالجريمه، لا قولوا لنا لا، مداهمات كل يوم لا، نسال لا. يا اخي ليش عمل هيك بيتر جيرمينوس؟ في ضغط اعلامي. عمالك حبيبي عمالك، وين ضغط اعلامي؟ ضغط اعلامي على السياسيين ايه، ضغط اعلامي على رجال اعمال نعم، ضغط اعلامي على وزير نعم، ضغط اعلامي على قاضي، قاضي بيحترم حاله بيحكي بضغط اعلامي؟ لا لا، لما القاضي بده يخضع لضغط اعلامي ما عاد اسمه قاضي. لذلك انا بطلب اولا تنحي القاضي بيتر جيرمينوس عن هذا الملف، لانه تبين انه منه كفو. بدنا قاضي محترف، قاضي يستكمل التحقيق، يعمل تحقيق يشرح وتشريح، هذا واجبات قاضي التحقيق، يشرح الملف تشريح، يبين كل شخص شو ارتكب وشو، هل قتل هل ما قتل، هل قوص هل حامل سلاح هل مش حامل سلاح، لانه في ستة بالملف، في ستة هن اللي صايره معهم هالقصة، بدنا نعرف كل واحد شو عمل. ما فيك تعرفهم ثلاث أربع ساعات، وما فيك تقول لي إنه الضابطة العدلية هي اللي حققت، الضابطة العدلية عملت شغلة، هذا وحده، أنت عليك واجبات كقاضي تحقيق. بدنا قاضي تحقيق يحط إيده على الملف، لما بيحط إيده على الملف تتوقف كل هالاعتقالات العشوائية، كل هالهجمة وهالاستباحة لكرامة المنطقة ولكرامة القرى ولكرامة العائلات تقف، بينعطى جواب واضح، يزال الغموض. ما بعد في غموض لما بيسيبون في قاضي تحقيق عم بيبت بهالموضوع بشكل واضح وشفاف وصريح وعاقل وحكيم وهادئ. وهم شيء بالنسبة لنا نحن، لأنه نحن عنا أولاد ومنعرف كلنا عنا أولاد، أهم شيء كمان أنه أهل إيف هالناس الأوادم، هالناس اللي خسروا شاب وحيد عندهم، هني كمان يصلون حقهم ويعرفوا كيف صارت هالجريمة من نتيجة التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق. بعدين أنا أناشد رئيس الحكومة تمام باك سلام، ابن البيت العريق والصديق، بأنه هالمسألة لازم ينوضع لحد، هالتجاوزات يجب أن يوضع لحد. بناشد وزير العدل اللي هو أشرف ريفي، كلهم أصدقائنا، ناشد وزير الداخلية، ناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى استاذ جان فهد اللي هو أكبر ضمانة قضائية في لبنان، وضع حد لكل هذه التجاوزات.
لأنه في منطقة برمتها يا جماعة معتبرة حالها من هاني ومن داسي كرامتها. الشارع غاضب. أنا بالأول كنت عم أقول للناس طولوا بالكم، في قضاء، في عدلية، في عدالة. اليوم بعد اللي عم نشوفه أنا مني قادر بقى، وما حدا يطلب مني هدي الشارع. خلي كل واحد يتصرف، ما زال ماشيين بدولة كل من إيده إله، خلي الشارع يتصرف اللي بيشوفه مناسب. أنا اللي بصير في القضاء. إلى النائب السابق فريد هيكل الخازن في مؤتمر صحفي بشأن قضية الشاب إيف نوفل، هو أكد أن هنالك حالة من الخوف في قرى كسروان، وقال أن هنالك حالة من الهلع لدى العائلات وفي البلدات، ويجب على القضاء هو أن يحاسب مرتكبي هذه الجريمة. وهو دعا قاضي التحقيق في جبل لبنان جيرمانوس إلى التنحي عن القضية. شكرا للمتابعة.